بين تشرين الثاني عام 90 The Ministry of the Interior would like to announce to all citizens and residents that all women are absolutely prohibited from driving cars in the Kingdom of Saudi Arabia. وحزيران عام 2018 ولا شك انه افكار الاخوي محمد بن سلمان هي لدت النتيجة العظيمة هذه. المرأة الان انطلقت وضعت حريتها. الحمد لله رب العالمين. أكثر من 27 عاماً أمضتها المرأة السعودية في النضال في سبيل حصولها على حقها في قيادة السيارة انتهى بانتصارها على كل الفتاوى والقوانين التي حرمتها هذا الحق. محمد يسأل عن حكم قيادة المرأة للسيارة. قيادة السيارة قد تفتح لها باب شر ولا تنضبط أمورها لأن هذا أمر خطير. خطير يعرض الشرور إلى الشرور. القرار الذي انتظرته السعوديات طويلا دخل حيز التنفيذ ليلة السبت الأحد فكان الحدث الأهم في المملكة وخارجها. اليوم يوم تاريخي، شكرا للقيادة، شكرا للقرار هذا، يوم حلو، فرحانين. الموضوع صار له دقائق ساعات فرق بين أمس واليوم. إحنا اليوم هنا وأمس كنا ورا أو هنا. مرة شكرا. وبحسب مجلة بلومبرغ الاقتصادية فإن السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة سيمكن المملكة من إضافة ما يصل إلى 90 مليار دولار للناتج الاقتصادي السعودي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى توفير آلاف الوظائف للسيدات في إدارة المرور والإشراف على تقييم حوادث السيارات وفي شركات بيع السيارات وتأجيرها وشركات الأجرة وغيرها من المرافق المهمة التي تحتاج إلى الأيدي العاملة النسائية. كما ستساهم هذه الخطوة في تخفيف العبء المالي على الأسرة السعودية من خلال الاستغناء عن توظيف السائقين لا تقل رواتبهم عن 2000 ريال شهريا فضلا عن تكاليف الأكل والسكن ورسوم الإقامة. كما ينتظر أن يؤدي قرار قيادة المرأة السيارة إلى تحرك ملحوظ في سوق بيع السيارات. الخطوة هذه سمحت للشابة السعودية أسيل حمد بالاحتفال بهذا القرار التاريخي على طريقتها عبر قيادة إحدى سيارات الفورمولا 1 على حلبة لوكاستيلي قبل السباق جائزة فرنسا الكبرى. كذلك أظهر مقطع فيديو أول حادث سير لسائقة في السعودية صباح الأحد بعد اصطدام سيارتها بعمود في الشارع وقد نقلت السائقة السعودية إلى المستشفى نتيجة إصابتها بجروح طفيفة فيما تعرضت سيارتها لأضرار كبيرة.